السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتكلم معك أبو صهيب من فلسطين، من القدس. أهلا يا أبا صهيب. حياك الله. أنا بدي أتكلم عن موضوعين أو شقين من موضوع، اللي هو موضوع الغرب، بما إني أنا أستقطب الناس اللي موجودين. يعني أنا بشتغل مع شركة سياحية، يأتوا السياح من عدة مناطق إلى مدينة القدس. أنا شوي هيك متوتر لأني لا أول مرة أتكلم خذ معك، نفسك كنت براحتك. أتمنى من زمان. لا لا خذ الله راحتك. يبارك فيك. انت عندك شركة أنا أعمل سياحية مع وبتتعامل مع الناس اللي لا أنا بيأتوا لزيارة أنا القدس. أنا أنا بعمل كسائق باص إيه مع الجروبات السياحية اللي بتأتي إلى مدينة القدس لزيارة الكنائس الموجودة هون، وفي منهم من جماعات البروتستانت اللي برضو بيزوروا المنطقة هون، كهم يعتبروا إنهم هم يهود، فبيجوا بيزوروا أرض الميعاد بالنسبة لهم، وبيتعرفوا على الدولة اللي موجودة هون والاجتماعات اللي بتصير معاهم في المنطقة هون. هلأ من خلال عملي بعمل أنا مع عدة جنسيات أجنبية، منهم السويديين مثلا، فكان في إحدى المرات معي جروب من السويد، وكان شهر رمضان. خلال شهر رمضان أنا كنت صايم، فمن خلال حديثي مع الدليلة السياحية وهي سويدية متزوجة من سويدي أيضا، كان الكلام: هل أنت صائم اليوم؟ فبقول لها نعم صائم، فكأنه حست إنه في خطر على حياتها من خلال صيامي، لأن أنا بسوق الباص ومسافات. فبدأت هي إنه تعمل أجواء مشحونة إنه أنت لازم تفطر لأنك أنت صايم، في خطر على حياتنا، في أمور عمالها بتصير معك، ممكن إنك يصير معك شيء. فأي شيء كان يحصل في الطريق من تجاوز سيارة أخرى أو مش عارف شو، أبعد أبعد عنه، أنت ممكن تسوي حادث. فعدة الأمور هاي، حتى الكراهية أنت بتحسها من خلال كلامهم كمسلم. يعني هم بيحترموا الإنسان اللي بيشرب الخمر، بيحترموا الإنسان الذي لا يصلي، لكن إذا شافوك بتصلي، فحتى يبدأ الكلام معك من خلال المجموعة السياحية أجملها في داخل الأتوبيس، بصير كلامهم طريقة مختلفة معك. يعني ببطلوا مثلا ممكن في الصباح يقول لك صباح الخير، مساء الخير، فبصير حدة الكلام بتصير أقل. طبعا هذا شق من الشيء، خصوصا مع الجنسية السويدية اللي شفت فيها كراهية. هذا داخل البلد. يعني يا جماعة أنا بس آسف على المقاطعة، هذا الرجل يعني يتكلم وإحنا داخل بلادنا وجايين عندنا ويريدون نعم نعم يتحكموا نعم حتى في صيامنا، وهم طبعا يعني هم عارفين على فكرة إن أنت تقدر تصوم وتسوق وتعمل اللي أنت عاوزه، بس هم بيستعبطوا يعني هيعملوا نفسهم مش فاهمين، لأنه الصيام هذا جائزة نوبل أخذها بروفيسور غربي، اللي هو الصيام هذا أصلا هم عندهم يعني معروف. يعني تفضل. لا، الآن هي المشكلة مش ما... هلا عندنا، إذا أنت حسيت، يعني الدين يسر، إذا حسيت أنك أنت لا تستطيع أن تكمل في السفر طبعا وحسيت سقطته. في خطر على حياتك أو على حياة الآخرين، فالله عز وجل أعطاك رخصة لكي نعم. تفطر. لكن بما أنك أنت موجود في السفر وحاسس أنه أنت تستطيع أن تكمل سفرتك بأمان، فتستطيع أن تبقى صايما، خصوصا سفرة ما في داخلية، مشكل. احنا لكن هم نتكلم عن سفرات مشكلتهم، داخلية. نعم، هي مشكلتهم مش في صيامك، هي مشكلتهم بتمسكك في دينك. يعني أنا اشتغلت مع إحدى الجروبات اللي جايين من كاليفورنيا في أمريكا، وفي إحدى المرات كان بدهم يصعدوا جبل موجود عندنا، يعني الجبل هذا خلينا نقول إنه 2 كيلومتر راح يكون صعود إلى الجبل. ففي طبعا كنوع من المزاح، فأنا بحكي شوفوا لكم 2 أقوياء من الرجال يدفعوكم وانتم طالعين، يعني اذا مش قادرين تطلعوا. فوقف المسؤول اللي بقول لي: من فضلك لا يجب ان تقول 2 من الرجال، لانه الرجل والمراه سواسيه، فممكن ان تقول شخصين، ما تحدد ذكر او انثى، يا لطيف. ممكن تقول شخصين. هذا الكلام انت عمالك بتحسه موجود، وخصوصا بعد اللي هي فترة كوفيد اللي احنا طبعا عطلنا فيها تقريبا 2.5 سنين، اغلقت البلاد، وحسيت انه في كأنه في اجندة كانت مبرمجة
في الفترة هاي انه الانسان، او بدنا نمرر الاجندة هاي، وكنا نسمع بالشذوذ هذا اقل فيما سبق، صحيح. لكن الان عمال الشيء بيزيد. يعني هل في سؤال طبعا الكل بيسأله لما يجي عندك، هل انت يعني شو رأيك في الشذوذ الجنسي؟ فهو بيسألك سؤال صريح اول ما يطلع معك. انا اشتغلت مع ناس تقريبا الباص كامل موجود عندي، من او خلينا نقول 3/4 الباص اللي موجود فيه من المجموعة السياحية هم من الشاذين جنسيا، ان كانوا رجال او كانوا نساء. يا فهو لطيف. يسألك السؤال هذا، فانت بتقول ديننا يمنعنا وفطرتنا تمنعنا في الاشياء هاي، فمن فضلك يعني انا في بالنسبة لي، طبعا هو بيقول لك انا في عندي بس جنسين ذكر وانثى، هيك ديني، هذا حسب ديني. فهو ببطل يتكلم معك خلاص، انت بالنسبة لي عدو، انت صرت عدو له لانك انت خالفته في المبدأ. عندما تخالفه في المبدأ فبصير طبعا هذا الشيء الثاني. طبعا في لي تجربة لاحد اقاربي كان عايش في كندا وهو بروفيسور، عندما صارت بنته 6 سنوات سمع منها كلمة واحدة أثرت فيه، فصفى كل أعماله، باع كل شيء له في كندا ورجع على فلسطين سبحان الله. بسبب كلمة من بنته. فهو الآن موجود، طبعا لا يتقاضى ما كان يتقاضاه في كندا، سبحان الله. لا الله يوجد يرحمه. لديه ميزات كما كانت له في كندا وهو بروفيسور ويعمل في إحدى الجامعات بالتدريس. طبعا الكل يعرف وضع فلسطين اليوم الله بالنسبة يفرج عنك. للجامعات صحيح والأجور اللي موجودة فيها. صحيح. ربنا يعوضه خير ويعوضه أيضا بخير. أيضا إحنا في مدينة القدس إحنا 3 أقسام موجودين، العرب داخل الأراضي المحتلة 3 أقسام، قسم في الضفة الغربية، قسم في مدينة القدس وهم تم احتلالهم سنة 67، وقسم اللي هو عرب 48 بسموه، اللي هو تم احتلال الأراضي الفلسطينية عكا ويافا، وهذا سنة 48. موجودين أهل عكا ويافا من 48 مع سلطات الاحتلال أكثر من 70 سنة، إحنا موجودين معهم أكثر من 50 سنة. طبعا القوانين اللي بتسري علينا بما أنه إحنا تحت الاحتلال هي قوانين مدنية إسرائيلية موجودة. هذه القوانين طبعا بدأوا عنا في موضوع النسويات بمساعدة المرأة التي تريد الطلاق. طبعا المنشورات موجودة في كل مكان، في أي دائرة حكومية إسرائيلية المرأة تتوجه إليها باللغة العربية إذا كان زوجك يعنفك. طبعا التعنيف هو مش بس الضرب، التعنيف هو حتى الكلام. التكلم بصوت عالي. نعم، التكلم بصوت عالي، تستطيعين الرفض إذا كان يريد المجامعة خلال الليل، إذا مش قام عاوزة براحتي. خلاف ذلك فهو يعد اغتصاب. ساعدوهم في موضوع الطلاق بإيجاد شيء اسمه المساعدة القضائية. المساعدة القضائية وكلوا لك محامي بدون ما تدفع أي شيء. طبعا حسب إذا كانت المرأة تعمل، في عندهم ميزة إنه الإنسان اللي يعمل إذا كان معاشه من كذا لكذا بيقدر يحصل على محامي، أما إذا كان معاشه عالي فلا يستطيع الحصول على محامي. التحريض طبعا في شيء ممكن إنه يتوجه إلى مركز شرطة، لأنه في سبب، السبب إنه إذا هي كانت تريد تحصيل نفقة زوجة يجب أن تدعي بأن هناك خطر على حياتها. كيف خطر على حياتها؟ يعني نفس إذا الكلام خرجت من اللي هم البيت، بيعملوهم في الغرب مع نعم النساء. نعم نعم في الغرب، إذا خرجت من البيت تعتبر بالنسبة لنا ناشز، هي خرجت من البيت ولا تستحق نفقة زوجها. لكن إذا ذهبت إلى مركز الشرطة وادعت أن زوجها يعنفها، فبيسووا لك شيء اسمه إبعاد عن البيت لفترة معينة لمدة 3 أشهر لنقول. يا لطيف. فتذهب مع المحامي إلى المحكمة لتطالب بنفقة الزوجة، فيقول طبعا أنت تدعي أنها ناشز فخرجت من البيت، تقول لا، لدي شكوى في مركز الشرطة، هذه الشكوى تقول أن هناك خطر على حياتي لهذا خرجت، فتأمر المحكمة في بإعطاء نفقة للزوجة وللأولاد. طبعا هناك عندنا في شيء اسمه الشؤون الاجتماعية اللي هي المتعلقة في الأولاد،
والتي تحاول دائما إقناع المرأة بالشكاية على زوجها إنه هي تأخذ حضانة الأولاد. يعني حتى أنا أعرف هناك أشخاص عندما يقابلون أولادهم يقابلونهم داخل غرفة فيها زجاج أسود، الكل يراقب كيف تعامل أولادك داخل في هذه أنه الغرفة. منطقة تحديدا أخي هذا الكلام؟ هذا الكلام بيحصل هذه في أنا الداخل بحكي لك عن منطقة ال 48 في الداخل اللي تحت مختلف. حكم الاحتلال الإسرائيلي، أوه، اللي هو تحت يعني ده حكم تقريبا نفس الاحتلال. الوضع في أوروبا، نعم، هم وتدمير طبعا أخي الأسرة مصطفى. والقصص هذه هي مقدمة لإنهاء الملف الفلسطيني، نعم تدمير نعم المرأة أخي وتفكيك أخي الأسرة. أخي مصطفى، المرأة إذا لم تكن نصف المجتمع فهي المجتمع بأكمله. نعم إذا أنت بتحب تدخل لمجتمع معين، إذا هدمت المرأة هدمت المجتمع. أنت تذهب إلى العمل، المرأة هي التي تربي الأولاد. إذا أنت دخلت مدخول للمرأة، وهذا ما يحصل اليوم حتى في عندنا شق معين، إحنا بنحكي دائما عن الغرب لكن لم نتكلم عن مواضيع داخل مجتمعاتنا العربية. طب بس عايز المسلسلات الكورية، المسلسلات الإسبانية، المسلسلات التركية التي تبيح كل شيء حرام وتدخل انا في كلمت عقلك انه عنها، هذا شيء عادي ومفروغ منه. انا عملت عن موضوع المسلسلات الكورية هذه والكي بوب هذا كثير، بس عاوز اتاكد نعم تاني نعم نعم كلامك هذا الشؤون الاجتماعية والموضوع الطلاق ومش عارف ايه والقصص هذه في منطقة 48 اللي هي في مثلا في بيسموها منطقة الان تل ابيب، وهي 48 طبعا الاحتلال. نعم نعم نعم، هنا القدس أيضا، القدس بشقها كانت هي في 67 مع الأردن، القدس والضفة الغربية. اليوم الضفة الغربية مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو. لكن السلطة الوضع فيها الفلسطينية هناك مش نفس محاكم الوضع في شرعية، محاكم شرعية. احنا عندنا في مدينة القدس 3 محاكم، بما انه الأردن كانت عندنا سنة 67 عندنا محكمة شرعية أردنية، محكمة شرعية إسرائيلية، وعندنا محكمة مدنية إسرائيلية. طبعا الأفضل للمرأة، يعني كمثال اليوم بتوجهوا للمرأة المسلمة وبقولوا لها أنت حقك مثل حق الرجل، حق أخيك في الميراث. هلا احنا كنا في الأول نتكلم عن الأخ الذي يأكل ميراث أخته، اليوم نحن نتكلم عن الأخت التي لم يعجبها القسمة فتذهب إلى المحكمة الإسرائيلية فتأخذ 50% مثلها مثل أخيها. يعني بطل بس الرجل الذي يأكل ميراث أخته أو ميراث بنته أو بيخلوا ميراث، المسلمين لا يكفروا لا لا بدينهم عشان خاطر لعاعة من الدنيا. الفلوس. وعلى فكرة هذا نعم أسلوب خطير جدا أخي، إيجاد مثل هذه الثغرات مهمته نعم نعم الأساسية هي أول شيء إخراج هذا المسلمين من دينهم، ثاني شيء تفكيك الأسر المسلمة، وحتى لا يبقى أحد. يعني الآن أنا أسألك سؤال، إذا انتشرت النسوية وأصبحت هي السائدة في كل مكان، في غزة وفي الضفة وفي القدس المحتلة وفي الداخل اللي هو المحتل أيضا، وين بنجيب ناس يعني يتصدوا لهذا الاحتلال أو يحرروا هذه الأرض في المستقبل؟ من وين؟ أخي، هذا من عمل الدجال. هذا كل الذي يحصل اليوم في أمتنا الإسلامية هو من عمل الدجال. تصور الآن في مناطق السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو، تريد السلطة الفلسطينية الدخول في عدة محافل دولية، لكن الشرط الأساسي أن توافق على قوانين الأمم المتحدة. في قانون اسمه قانون سيداو اتفاقية موجود سيداو عندنا في فلسطين. تكلمت عنه. نعم، اتفاقية سيداو اللي يجب أن يوقعوا الفلسطينيين على هذه الاتفاقية لكي يدخلوا إلى الأمم المتحدة وعدة محافل دولية. اتفاقية سيداو الآن تفرض على السلطة الفلسطينية والمناطق التي نقول أنها مناطق محافظة وما زالت محافظة، تفرض عليهم أنه لا تتكلموا مع أي إنسان إذا كان هناك مثلا قضية زنا أو قضية شذوذ أو أي قضية أخرى، يجب أن تحترموا هذه الحقوق. والآن هم دخلوا إلينا في من منطلق أنه إذا أنتم تريدون الدخول إلى المحافل الدولية ويكون لكم شأن يجب أن توافقوا على هذه الاتفاقية. لكن نعم الشعب لدينا شعب محافظ، ما زال الحمد يحافظ لله. على تلك المواضيع، لكن لا شك أن هناك بعض محاولات المتصيدين، نعم وعلى أخت على رأي الأخت المغربية في فرنسا، المنبحطين الموجودين داخل هذه نعم، المنبحطين. وأنتم لهم أخي عجبتني الكريم، تلك. نعم، أنتم لهم بإذن أخي، الله تعالى. ولا وهذه أرض المسلمين، وهذه ستبقى فلسطين هي أرض المسلمين. أخي مصطفى، أرسلت لك أيضا منشور على الواتساب،
اللي هو الأجندة الإسرائيلية لدخول المناهج الفلسطينية داخل مدينة القدس. هناك كتيب تم إصداره من بعض لجنة أولياء الأمور داخل مدينة القدس بتغيير المناهج الفلسطينية. في عنا شيء معين كانت هذه المدارس هنا عنا مدارس مشهورة هي تأخذ الميزانيات من الأوقاف الأردنية، بما أنه إحنا تكلمنا أنه الشق الأردني ما زال اليوم هو وصي على المسجد الأقصى المبارك. هناك مدارس أيضا تحت مظلة الأوقاف الإسلامية، هناك مدارس خاصة إسلامية، هناك مدارس تتبع وزارة المعارف الإسرائيلية، طبعا يقومون بدعم المعلمين والأجرة أساسا من المعلمين، ويدعمون المدارس والطلاب أيضا بعدم دفع رسوم كاملة، رسوم هي بسيطة جدا يعني. ومدارس خاصة ما زالت تتقاضى مبالغ عالية أو حسب الإمكانيات الموجودة يجب أن تتقاضى تلك المبالغ. فاليوم دخلوا إلى موضوع دعم المدارس العربية في القدس الشرقية، طبعا القدس هي هدفهم. فكيف بدأوا فيها؟ بدأت بلدية الاحتلال بدعم تلك المدارس بالفلوس. بعد ذلك عندما تعرف أنت المدارس عمالها بتأخذ فلوس، فحست في النعم أنه موجود في فلوس، فاليوم عمالهم بيفرضوا عليهم منهاج معين يجب أن يدرس في تلك المدارس، وأي منهاج آخر جاء من الأردن أو من فلسطين يعتبروا منهاج محرض. التحريض بالنسبة إليهم عندما تقول إنه القدس العربية أو تقول الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، هذه الكلام هذا لازم تمحيه من القاموس أساسا. نعم. إذا كان هناك عندك موضوع اللي هو مواضيع مثل التكلم عن التاريخ والنكبة، غيروا مثلا كلمة النكبة غيروها لقيام الدولة، فعملهم بدخلوا المواضيع هذه طيب. للطلاب وبيقنعوهم إنه في شيء اسمه إسرائيل، وهي إسرائيل هي الدولة، وإنه القرى العربية أساسا هي قرى مهمشة. فعندما جاء الإسرائيليين قاموا بتطوير تلك القرى ودفع المبالغ للناس وإيصال الكهرباء والماء والأمور هذه كلياتها، اللي هو في مادة شيء اسمه التربية الوطنية هذا. فالكتيب موجود عندك في على رقمي في الواتساب. طيب. تستطيع انه تنشره قبل ما تسيبنا. فضل. انا حبيت اسمع منك اكثر يعني خصوصا عن الوضع داخل الفلسطيني الان. انت زي ما انت شايف الوضع الان، مثلا الناس اللي في الداخل الفلسطيني والناس اللي هم في القدس المحتلة والكلام هذا وهذه. نعم. القوانين وهذه الاشياء، إيش بتقول الأسر والعائلات اللي ناوية تترك هذه البلاد وتذهب إلى الغرب مثلا؟ ماذا تقول؟ ما هي رسالتك لهم؟ يقولون والله خلاص الوضع عندنا زي عندهم ونروح نعيش في الغرب ونخلص من هذا الشيء. ماذا تقول لهم أنت كرجل؟ أخي مصطفى، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. الخير موجود عندنا، إحنا موجود عندنا عائلات تساعد، عندنا حكماء، عندنا عشائر لليوم ما زالت تحكم، إن كان مش زي أول بنسبة 100%، عندنا 50%. لازم يكون في كل عائلة إنسان حكيم، إنسان متواضع، إنسان عنده حكمة حتى بالإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس بتصير عندنا مشاكل كتير، لكن بما إنه إحنا عايشين داخل احتلال، فأكيد مثلا إذا صارت مشكلة بينك وبين جارك ممكن إذا كنت في دولة عربية تتصل على الشرطة ويجوا يحلوا المشكلة. عندنا هون إذا أنت اتصلت على الإسرائيليين بنتهزوها كفرصة إنهم ممكن يتصيدوا لجارك بسبب موقف معين له، فحتى بشجعوك على انك تروح وتشتكي عليه في داخل الشرطة لكي يمسكوا عليه ممسك. اي انسان يريد الخروج، هاي الارض ارض رباط، ارض مباركة الى يوم الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم اذا خرج الدجال عليكم ببلاد الشام، بلاد الشام قالوا الارض المباركة هي ارض فلسطين وما حولها. بلاد الشام هي معروفة عندنا، الاردن، فلسطين، لبنان، هي موجودة، هي من أكثر البلدان اليوم اللي موجود فيها لا أعلم يعني، لكن البركة موجود فيها، البركة موجودة في هذه الأرض. لكن المدعيين والناس اللي عمالهم بركضوا وراء أشياء من الدنيا والماديات، اللي بتوجهوا للمحاكم الإسرائيلية ضد أخوك المسلم
يا أخي إذا في خلاف بينك وبين أخوك المسلم في محكمة شرعية لا تستطيع يجوز أنك أصلا تتوجه شرعا إليها. التحاكم إلى النساء هذه المحاكم، أن نعم لا نعم يجوز نعم ويصل إلى حد النساء الكفر. النساء النساء بينات بعضهم إذا كانت لا تريد زوجها، تأتيها امرأة محرضة فتقول لها اذهبي واشتكي عليها في اشتكي عليه في الشرطة، إذا تم أخذه من قبل الشرطة لن يبقيك يوم واحد سيطلقك. هناك من النساء من قامت بأخذ مهرها، أخذت مهرها وأخذت كل شيء تستحقه لكن لا يعجبها زوجها فتذهب إلى الشرطة لتشتكي على زوجها، وطبعا كرجل شرقي تمت إهانة كرامتك فلن تبقيها يوم واحد، نعم فهدفها الوحيد هو هدف مادي. الأخت التي تذهب لتشتكي على أخيها في الميراث وتأخذ نصف النصف بينها وبين أخيها، ما قولك في قول الله تعالى وللذكر مثل حظ الأنثيين؟ تقول هذا المحامي هو اللي هذا، قدم لي الأوراق هذه، مش أعوذ بالله. نعم أخي، وهذا الكلام المحامي ينطبق، جادل عنك هذا في الكلام الحياة الدنيا، هذا فمن يجادل عنك يوم القيامة أمام نعم الله؟ نعم الإنسان كامرأة متزوجة إذا لم تريد زوجك، إذا لم تريد هذا أخي كلمي معه وقولي له خلاص أخي دعينا ننفصل. نعم، هذا كلامك هذا كلام تفضل. عام وليس فقط على عندكم، هذا الكلام ينطبق على لا النساء لا اللي لا لا بيروحوا أبدا يشتكوا على أزواجهم أبدا في الغرب، أبدا اللي بيشتكوا على أزواجهم في الدول العربية، أبدا اللي بيشتكوا على أزواجهم ويأخذون وكمان أكثر من حقوقهم نعم وما ليس نعم من حقهن. هذا الكلام والعياذ أكيد بالله قد يصل إلى حد الكفر بالله. تخيل واحدة الآن تقول لي أنا ما عجبني قسمة القرآن وأروح أحتكم للكفار للصهاينة عشان يعطوني أكثر، أيضا أيضا هذه أيضا نعم أيضا مصيبة الرجل اتقي الله لأختك. طبعا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، هذه من عليه الصلاة خطبة والسلام الوداع، قال استوصوا بالنساء خيرا، أيها الرجال أيها النساء اتقوا الله، اتقوا نعم الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سوف تحشرون مع من تحبون، نعم سوف يحاسبكم الله، سوف تقفون أمام الله، نعم اتقوا الله. أنا يا أخي الكريم أنا أتكلم من حرقة في قلبي، الله يحفظك، أنا في حرقة في الله قلبي، يثبتك، أنا حصل معي ما قد، أنا أقول لك جزء بسيط من الذي يحصل في مدينة القدس، جزء بسيط، والذي حصل مع آخرين أيضا مثل ما حصل معي. تصور أخي الكريم عندما الشؤون تأتي بك لترى معاملتك مع أطفالك كيف يضعونك في غرفة 4 جدران مع شبابيك مظللة، يشاهدون كيف تتعامل مع أولادك. نعم لماذا؟ لأن هناك من تدعي أنه يقبل ابنته بطريقة ليست جيدة، هناك عجيب، قبلها بطريقة وضعها على ركبته، فهو يا أخي هذه الكريم مصيبة احنا وصلنا إلى نستحي. ادعاءات معينة لكي نأخذ فتات من الدنيا. نعم هذه ادعاءات حسبنا الله بنت ونعم 5 سنوات، امرأة تدعي، أنا حصلت مع صديق، امرأة تدعي أنه يقبل ابنة ال5 سنوات أو يضعها على ركبته، تدعي بأنه يتعامل معها بطريقة غير سوية. ما هذا الذي وصلنا إليه؟ ما هذا الذي وصلنا إليه؟ الآباء ليست لهم كلمة على بناتهم، الآباء ليست لديهم حكمة وتصرف. إذا كان قد غلب مع هذا الزوج، ويمكن الزوج معه حق، فهو من باب الأسهل بالنسبة له يأخذ ابنته ويذهب إلى الشرطة الإسرائيلية ويقوم بحبس أخوه المسلم، يقوم بحبسه. حسبنا الله طبعا ونعم يتم الوكيل، حبسك هنا 24 ساعة بدون أدنى تهمة، في اليوم الثاني يقومون بعرضك على المحكمة، هناك أدلة، يمكن يمددوا لك كمان 3 أيام في ذمة التحقيق، أو يرسلونك بكفالة إلى بيتك، وبعد 3 أو 4 سنوات يخرجون كتاب اتهام يقولون بأنه عنف زوجته وما إلى ذلك، حسبنا الله ونعم وهدموا الوكيل. المجتمع من الداخل، هذا دخلوا إلى مخطط أخي، المجتمع. هذا مخطط، أنا قلته نعم أيام تعليقي على موضوع اتفاقية سيداو، تصفية الأسرة نعم الفلسطينية، موضوع الحرية الجنسية وموضوع حرية الشذوذ والأمور هذه واتفاقية سيداو، هذا كله الهدف القضاء على أهل فلسطين حتى تبقى هذه البلاد يعني لقمة سائغة، أو زي ما بيسموه عندنا بيضة مقشرة لهؤلاء. سبحان الله، فالإنسان أخي الواعي عملت فيما في ال... نعم عملت في السابق مع مؤسسة، طبعا لم أعلم ما هي المؤسسة، كنت أشتغل على ميني باص اللي هو باص مصغر، ويتصلون نذهب نأخذهم من مكان إلى آخر، فذهبت إلى مركز
يقولون عليه مركز المتضررات من العائلة، يعني في هناك ضرر. البنت تشتكي على أبوها، البنت تؤخذ وتوضع في ملجأ بعيد عن أهلها. يعني نقول اليوم أنا في مدينة القدس، ممكن هذه الفتاة تكون من مدينة حيفا، فتشتكي على ولدها بأنه لا يعطيها مصروف، أو أنه طبعا أنا لا أعمم، لكن طبعا هناك احنا يد بنحذر، خفية نعم بين بنحذر، الجمعيات الموجودة باسم مساعدة الشعب الفلسطيني، نعم باسم صحيح، مساعدة الشعب الفلسطيني، مساعدة النساء، نعم مساعدة الأطفال. هناك موجود عندنا ولدينا هنا، كانت المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية، هذه مؤسسات كلها مشكوك في أمرها بالمعاملات. هم يحتضنون الأطفال ذوي الإعاقات، لكن لا تعلم نعم أحسنت، اليد الخفية ماذا تفعل نعم داخل هذه الأرض، راحوا المغرب، لا وفضل تعلم. الله الشعب المغربي قفشهم، راحوا المغرب عشان ياخذوا الأطفال، مسكوا خلية نعم، من العرب أنا اللي شغالين سمعت مع يا السويد. أخي، والله الكلام يطول، الكلام طيب يطول. أنت الله، تشبك الأخبار داخل بعضها من جميع أنحاء العالم، تعلم أن هناك يد خفية واحدة تحرك جميع هذه البلدان، إن كان داخل البلدان الإسلامية. نحن أصبحنا متخلفين، نحن أصبحنا رجعيين، لكن الذين يقتلون الأطفال. أخي الكريم، إن هناك ظاهرة أنا شاهدتها موجودة هنا، اللي هي بنك الحيوانات المنوية. يذهب الرجل الغربي، خلينا نقول هو إسرائيلي غربي يهودي لا أعلم ماذا، يتبرع بهذه الحيوانات المنوية، يكون جميل، عينين زرق، مش عارف شو. تأتي المرأة التي نقول فاتها قطار الزواج، أو التي لا تريد الزواج، فتذهب وتشتري هذه الحيوانات المنوية. أو هناك شيء اسمه استئجار الرحم، أغنياء أو شواذ يذهبون إلى الهند، يدفعون لامرأة بعض نعم النقود فتكون موجود في الغرب، الحاضنة للحيوانات المنوية موجود، والبويضة، ويأخذ الطفل، يأخذ الطفل ويرجع فيه، أو تكون فقط حيوانات منوية من هذا الشاذ، تكلمت عن هذا ويأخذون الأمر، الطفل ويضربوه تكلمت عن هذا الأمر، وتكلمت أيضا عن استدراج الشباب لمقابل مادي ليعطوا هذه الأشياء، وحرمة هذا الأمر وخطورة هذا الأمر، نعم. والعياذ بالله. جزاك ماذا الله خيرا، يريدون من العائلات العربية؟ شكرا، أنا متأسف لا أعطلت، لا لا لكن ماذا بالعكس أنا يريدون من مستمتع، العائلات العربية؟ نعم الغرب لديه نقص في عدد السكان، بعد 30 أو 40 سنة أغلبهم اليوم هم عجزة، حتى لا يريدون هؤلاء العجزة، يريدون أن يقتلونهم كما قلت في حلقة القتل الرحيم، يريدون طبعا أن يقتلونهم، يريدون استقطاب الشباب، يريدون عائلات وأطفال. صل يعني أوصل لبلدي وبعدين أنا أربي أولادك، يعني عندي طريقتي إن أنا أربي أولادك، بس تعال أنت كمهاجر، أنا عندي الرقي والحضارة والفلوس صحيح، ومش عارف شو، تعال عندي يا إخوتي. لا تغتروا الحياة الدنيا متاع، خليك في بلدك، خليك، بكفي إنك تسمع الله أكبر من الجامع نعم بجانبك، برغم كل بكفي هذه إنك تسمع الابتلاءات، اسم الله. كل الابتلاءات لا لا هذه لا، خليك تضيع في مع بلدك. نعم دفء الأسرة، مع سماع صوت الأذان، مع وجود التراحم نعم الموجود، مع صديق وفي، مع أقارب، مع أشياء كثيرة. يعني يا جماعة كل نعم هذه الأشياء، واظفر بذات الدين، نعم تربت يداك، اظفر بارك بذات الله فيك، الدين أيها الشاب المسلم. وإذا بارك جاءكم إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، ارضوا بالدين والخلق، ولا ترضون بالأموال، لا نعم ترضون بالأغنياء فقط، فليه أحسنت، تخرج منا بذرة طيبة نزرعها في هذه المجتمعات الإسلامية. العز للإسلام سوف يعود إن شاء إن الله، شاء الله سوف يعود، إن شاء الله، لكن علينا بوصايا الرسول عليه الصلاة والسلام. والصلاة بارك الله والسلام، فيكم، وطبتم وطابت أوقاتكم جميع المستمعين. جزاك وأخي الله خيرا مصطفى، يا بارك أبا الله فيك صهيب، على هذا حياك البرنامج، الله، شكرا شكرا لك، جزيلا، شكرا شكرا لك شكرا، أنت على هذه إلى اللقاء، المشاركة الطيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. بارك الله فيك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش عاوز أقفل بصراحة، مش عايز أخلص مع الأخ، مستمتع وكلامه حديثه شيق وجميل، ومعلومات غزيرة وكلمات رائعة وتوازن في الطرح وكل هذه الأمور.